صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الاثنين اللي أحبك الاثنين، أول يوم في هذا الأسبوع، وإن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل وإيجابي ونحقق فيه طموحاتنا وآمالنا وكل شيء إحنا نبغاه ونخدم فيه هذا البلد المعطاء، بلدنا الإمارات. دائما بداية الأسبوع أنا دائما أقول حتى لنفسي ولعيالي وكل حد يعرفني، لازم نتفائل بالبدايات، بداية الأسبوع، بداية الشهر. في ناس بتبتدي الأسبوع تقول أوف الحين بدأ الأسبوع، روح الدوام، جاب المدير. يجب أن نتفائل. ليش؟ لأن إحنا كل ما تفائلنا ملأنا نفسنا بالطاقة الإيجابية، بالأفكار الإيجابية، جسمنا يتجاوب إيجابيا، يفرز مواد معينة تخلي صحتنا أفضل، نفسيتنا أفضل، والكلام للبنات يخلي شعرنا أجمل، بشرتنا أحلى، لأن إحنا نفكر بإيجابية بالتالي جسمنا يتجاوب معنا بطريقة جميلة، عكس لما نفكر بسلبية ونصير طفرانين وملانين بداية الأسبوع، متى بيخلص الأسبوع، بجاب الموظفين الدوام، عندي شغل في الدوام. تلاقين بعد فترة جسمك يتجاوب بطريقة سلبية، دائما تحسون بتعب، ما عندكم طاقة، تساقط في الشعر، بشرة تعبانة، هالشكاوى دائما تكون موجودة وتبتدي من النفسية. فدائما تذكروا النفسية الحلوة دائما تعطيكم صحة أفضل، دائما ما دمنا نقول إحنا طبعا صحة، أكيد برنامجكم صحة وسعادة، لاحظوا صحة وسعادة، لأن الصحة مقرونة بالسعادة اللي طلع عليكم كل يوم. طبعا برنامجكم صحة وسعادة من الاثنين إلى الجمعة على مدى ساعة إذاعية نطرح فيها كافة المواضيع الصحية اللي تهمكم. محدثتكم اليوم دكتورة ندى الملة، معي اليوم في الإخراج والقواسمة، راح نكون معاكم على مدى الساعة الإذاعية، إن شاء الله نكون خفاف عليكم، ونستقبل فيه كافة الضيوف المميزين اللي يطرحون المواضيع الصحية ويناقشونها عشان تستفيدون. مثل ما تعودتوا فقرات البرنامج دائما تبتدي بآخر الأخبار والدراسات العلمية، بعد يكون عندنا آخر مستجدات وسائل التواصل. فقرة اليوم بتكون في التغذية، فقرة التغذية المفضلة لدى الجميع، عن بتكون الأغذية التي تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل. والفقرة الأخيرة بتكون عن فقر الدم أو المنجلي أو اللي يسمونه السكل سيل أنيميا، وايد ناس يعرفون بهذا الاسم أيضا. نروح الحين إلى الخبر. خبرنا اليوم شو يقول؟ يقول الطول الزائد خطر صحي. قالت دراسة جديدة لجامعة كولورادو أن زيادة الطول تهدد بالإصابة بأمراض الأعصاب والجلد وبعض أمراض القلب. تعتبر هذه الدراسة الأكبر من نوعها التي تربط بين معدل الطول والمرض. وفقا لموقع نيو ساينتست، استخدم الباحثون جينات الطول لربطها بحوالي 50 مرضا، حيث قام فريق البحث بتحليل بيانات 323 ألف شخص. يعني عشان شي قالوا دراسة ضخمة، لأن عدد الأشخاص جدا كبير. طبعا كل ما زاد عدد الأشخاص في أي دراسة مثل ما نقول تزيد دقة نتائج هذه الدراسة. فحللوا بيانات 323 ألف شخص لدراسة 3290 متغيرا جينيا معروفا بتأثيره في معدل الطول وارتباطه بأكثر من 1000 سمة كلينيكية. ما عليكم بالطويلة، مثل ما يقولون شو النتيجة تقول؟ زيادة الطول معنى الطول فوق الطبيعي، يعني مو بالطول الطبيعي. واحد يقول أنا شوي طويلة معنى بتزيد نسبة الأمراض، لكن الطول غير الطبيعي. زيادة الطول تتوافق مع زيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، اللي هو خلينا نقول عدم انتظام ضربات القلب، وخفقان القلب، ومشاكل الدورة الدموية. وتبين أيضا ارتباط جينات الطول بزيادة خطر تلف الأعصاب والتهابات الجلد والعظام. واقترحت النتائج أخذ الطول في الاعتبار عند تحديد المخاطر الصحية التي تستوجب المراقبة وتركيز بعض اختبارات الصحة العامة على الأشخاص الأكثر طولا. بمعنى دائما احنا شو ناخذ الوزن، زيادة الوزن، الزيادة في الوزن كعامل لزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض. الحين يقولون حتى الطول الزائد قد يعتبر أحد أسباب اللي تؤدي لبعض المخاطر الصحية. دراسة صراحة مثيرة جدا للانتباه، إن يعني أول مرة تمر علي دراسة تربط الطول بالإصابة بالأمراض. ورد أقول هذه عبارة عن دراسات، مو معناته أي حد طويل بيصاب بهذه الأمراض، لكن الطب دائما في تطور، ودائما والحين
الهدف الرئيسي للطب ليس معالجة الأمراض بل منع الأمراض. تلاحظون دائما حنركز على الوقاية أكثر من العلاج، لأن الوقاية أفضل بمراحل من العلاج، لأن لو وصلنا مرحلة العلاج معناه بانت الأمراض، يعني وقع المرض عند المريض وبانت عليه الأعراض وبدأ يتعب ويحتاج علاج ومتابعة طويلة. لكن الوقاية من الأمراض دائما أفضل، سواء كان اقتصاديا، صحيا، من ناحية استغلال الموارد وغيرها. فعشان شي تلاحظون دائما نحن نركز على الوقاية قبل العلاج. ومن الدراسة راح نروح إلى فقرة السوشيال ميديا. مثل ما تعودتوا زميلتنا أسمى الجناحي تكون معنا دائما وتطرح جديد السوشيال ميديا، وبالعادة بداية الأسبوع يكون عندها كثير من المواضيع والأخبار الساخنة. صباحك ورد يا أسمى. صبحكم الله بالنور والسرور دكتور، عليكم وعلى كل مستمعين إذاعة نور دبي. حياك الله يا أسماء، في صحة وسعادة، وخبرينا شو الجديد في السوشيال ميديا اللي صار خلال هذا الويكند. اليوم من خلال الأشياء اللي كنا نحطها واللي فعلا لاقى تفاعل من الجمهور هو وجود نصيحة كنا حاطينها ضمن سلسلة نصائح بياناتك مسؤولية، وكانت الرسالة هي عن يقوم المخترقون بانتحال أسماء شركات أو مستشفيات ويتم طرح وظائف وهمية بعروض مغرية. احذر من التحويلات المالية لأي مبالغ دون التحقق من المصدر. تقول بمعنى أن بعض الأشخاص ممكن يمتحنون شخصية شركات أو مستشفيات، لكن احنا دائما نقول حق الأشخاص أو أيضا شركات موجودة، وهالأشياء مثلا صارت لبعض الأشخاص اللي نعرفهم بأسامي شركات يعني عالمية موجودة ويوصلهم عروض عمل، لكن لما سألوني من يعني العرض موجود كان في دبي، لما دخلت الموقع الإلكتروني الخاص بهاي الشركة كان هناك رسالة أو تنويه بأن هناك من يستخدم اسمهم في عروض وهمية وهذا لا يمثلهم بصلة. لذلك نحن دائما ننصح الأشخاص أن يدخلون المواقع الرسمية لهاي المنصات أو أي عرض يوصلهم أو أي معلومة، يدخلون الموقع الرسمي أو يتحققون من الرابط اللي موجود، لأن أحيانا أيضا من طرق مثل نقول الانتحال أو مثل نقول الاحتيال، حطرق الاحتيال الاحتيال تكون بهاي الطريقة. لذلك احنا دائما ننصحهم ان يرجعون لي المصدر لما توصلهم اي شيء، ولكن ايضا نحب نقول ما في اي حد بيعطيك عرض عمل وبياخذ منك فيزات عشان مقابلة، يعني هاي ما تستوي حتى في اي دولة كانت. لذلك احنا ننصحهم دائما بالتحقق، وايضا ننصحهم ان يدخلون وسم بياناتك مسؤولية في مجموعة من النصائح اللي فعلا مهمة لهم كمتعاملين، سواء كانوا قطاع الصحي أو غير القطاع الصحي، لأن هذا الموضوع يعني متكرر في كل القطاعات، لكن يمكن الجملة تختلف أو كتابة تختلف، لكن هي نفس الطرق موجودة في كل مكان. صحيح. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحب نأكد عليها هي أهمية يعني الواحد يستخدم القنوات الذكية الخاصة بهيئة الصحة، وأن يستخدمون خدماتنا اللي موجودة على الموقع الإلكتروني. لذلك هناك مجموعة من الخدمات اللي تغنيهم عن زيارة المركز، لذلك ننصحهم دائما أنهم يدخلون إما من خلال تطبيق هيئة الصحة دبي أو من خلال الموقع الإلكتروني اللي فيه خدمات أكثر. هناك أيضا بعض الاستفسارات اللي وصلتنا بخصوص الشهادات الخاصة بالإجازات المرضية، وهي كانت جميعها تكون موجودة في تطبيق هيئة الصحة بدبي. في حال أن الشهادة ما كانت موجودة في التطبيق يقدرون هم يتواصلون مع الهيئة من خلال الرقم المجاني. مثل ما تعرفين دكتورة نحن عاديا ضمن حكومة لا ورقية، لذلك المراكز والمستشفيات لا تقوم بطباعة الأوراق، لذلك كل البيانات تكون موجودة عندهم في التطبيق أو من خلال ملفهم الموجود في الموقع الإلكتروني، فكل معلومات المحصولة في هذه الأماكن. تقريبا هالأشياء اللي حبينا نأكد عليها في قناة اللي كانت قناة التواصل الاجتماعي، ونتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك يا أسماء، وعساك دوم إن شاء الله بصحة وسعادة. نقطة جدا مهمة طرحتها أسماء، ألا وهي موضوع الاحتيال الإلكتروني. طبعا الحين الاحتيال الإلكتروني هو دارج، لأن الناس خلينا نقول معظمها موجودة على المنصات الرقمية أونلاين، مثل ما نقول يشترون يتصفحون. فوجود الاحتيال الإلكتروني صار جدا جدا دارج، وللأسف نقول إلى الآن لا يزال سهل، ولا يزال لا تزال بعض فئة من الناس يعني يتم الاحتيال عليها ويسرقون فلوسها. دائما نقول يا جماعة أي جهة، يعني مثل ما قالت أسماء، يعني توظيف
ما في حد بيقول لك تعال توظف وتدفع بيزات، تدفع بيزات حق شو؟ او يقول لك تعال توظف ودخل بيانات الكريدت كارد. انت بتعطوني بيزات، مو بنعطيكم بيزات، انا بتوظف عشان انتوا تعطوني بيزات، تعطوني راتب. ليش تعطون بياناتكم؟ ليش تدفعون بيزات؟ ما في جهه بتطلب من عندكم بيزات. طبعا واي خدمه كانت، انا دائما اقول هالكلام ودائما انصح نفسي قبل انصح الغير، اذا انتم تتريون اي خدمه من اي جهه، وصلكم ايميل، وصلكم مسج، وفي رابط، ترى اللي يمارس الاحتيال الالكتروني ترى ما شاء الله يعني يوصلك الايميل مضبوط بالشعار وتحت مكتوب يكون حرف بس غير، بس احنا طبعا ما نركز وايد في الحروف اللي تكون موجوده يعني. يعني مثلا دي اتش اي، مثلا لو وصلك مثلا ايميل من دي اتش اي يكون مكتوب دي اتش اي مثلا 2 اي مثلا في الاخر، فاحنا ما ننتبه احيانا ان في حرف زائد او ناقص، فيتم الاحتيال علينا بهذه الطريقه. اي حد يوصل طرشنا ايميل، سواء كنت تريه طرد خدمه، ايميل من هيئه الصحه، ايا كان وصل لك ايميل، انت لا تضغط على اي رابط موجود. دائما نقول ندخل على تطبيقات الجهات، ترى كل جهه لها تطبيق، ادخل على تطبيق الجهة وشوف هل هناك كل، وتقريبا أنا حسب علمي معظم الجهات تطبيقاتها فيها خاصية الدفع، حتى هيئة الصحة بدبي إذا أنت بتحجز خدمة طبيب لكل مواطن اللي هو تطبيب عن بعد لغير المواطنين، هناك نسبة من الدفع تدفع عن طريق التطبيق نفسه، يطرش لك إلى يفتح لك بوابة دفع. ادخل على التطبيقات تشوف هل هناك فعلا دفع موجود في التطبيق، لان الهاكر او المحترم ما راح يدخل على التطبيق نفسه، راح يبعث لك ايميل يوهمك انه طالع من التطبيق. دائما استعينوا بهالاشياء يا جماعه، قبل ما نضغط اي رابط يجب ان نتاكد ان هذا الرابط السليم، بان احنا ندخل على التطبيق، انت بعدك شك اتصل بمركز الاتصال تابع لاي جهه، هيئة الصحة، أي جهة أخرى، نتواصل معهم، والله أنا وصلني هذا الإيميل، هل هو فعلا من عندكم وأنا عليه مثلا مبلغ دفع أو غيره، قبل لا نضغط أي رابط. ونصيحة أخيرة قبل نروح الفاصل، دائما البطاقات المربوطة بالدفع أونلاين لا تخلوا البطاقة اللي فيها ينزل فيها مبالغ كبيرة، رواتبكم وغيره، خلوا البطاقة الموجودة الدفع أونلاين دائما فيها مبالغ بسيطة، عشان بس تدفع مثلا أونلاين حق وجبة بتطلب، حق كوفي بتطلب، بتدفع حق خدمة استشارة أو غيره، خلوا دائما فيها مبالغ بسيطة. لا تربطون المنصات الإلكترونية بالبطاقات اللي فيها مبالغ الأكبر، عشان لو صار سمح الله احتيال ما يتمسح مبالغ كبيرة. في ناس يقولون يعني طرشوني مبالغ مهولة، 5000 ولا 10000 ولا مبالغ مهولة، فدائما نحط المبالغ الصغيرة مربوطة بالبطاقة اللي ندفعها لنستخدمها أونلاين. راح نروح ان شاء الله فاصل، وبعد الفاصل بيكون عندنا فقره التغذيه، مثل ما قلنا بتكون عن الاغذيه التي تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل. صحه وسعاده، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحه وسعاده. للتواصل على 600-551-414 والرسائل النصيه على 4006. مثل ما كنا نقول قبل الفاصل ان موضوعنا اليوم عن الاغذيه التي تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل. طبعا يعد التهاب المفاصل احد الامراض الصعبه التي قد تكون الاصابه بها مؤلمه جدا. تتراوح اعراض هذا المرض بين الالم الشديد والتورم وتصلب المفاصل المزعج، والإصابة به ليست مربوطة بعمر معين، فقد يصيب أي شخص أيا كان جنسه أو عمره، يعني ما في تفضيل الرجال عن النساء. في فقرة التغذية اليوم نتكلم عن الأغذية التي تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل. يسرنا يكون معنا عن طريق الهاتف الأستاذة هنادي الغبيش، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. صباح الورد أستاذة هنادي. صباح الخير، حياك الله في صحة وسعادة. الله يحييك يا رب. اليوم موضوعنا إن شاء الله رح يكون عن الأغذية اللي بتخفف من التهاب وآلام المفاصل. هلأ في كتير من الناس بيسألونا هل في هناك حمية غذائية خاصة شافية من ألم المفاصل، فبنقول لهم ما في علاج سحري أو غذاء سحري شافي تماما من علاج المفاصل، ولكن إحنا بدورنا رح نتكلم عن بعض الأطعمة اللي قد تخفف من حدة هاي الالتهابات، لانه يعني في عصرنا هذا الامراض المزمنه مثل الم المفاصل اللي سببه طبعا من بعض اسبابه قله الحركه، زياده الوزن، الاعتماد على الوجبات السريعه، وقله النشاط البدني ونمط حياتي غير صحي،
كل هاي بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى ازدياد حدة هاي الأمراض وازدياد التهابات المفاصل. مثل ما تفضلتي، بغض النظر عن العمر، ممكن نلاقي إحنا حتى أشخاص يعني مو كبار بالسن. غالباً قديما كنا نقول انه التهاب المفاصل مرتبط بالعمر، ولكن هلا حتى ممكن تشوف اشخاص اقل من عمر الـ40 وبيعانوا من الم المفاصل. وهلا رح نتكلم على بعض هاي الاطعمه اللي ممكن تساعدهم على التخفيف من حده هاي الالتهابات. على راس هاي القائمه الاسماك، بسبب احتوائها على نسبه عاليه من الاوميجا 3 اللي بتلعب دور مهم في تقليل الالتهابات مثل التهاب المفاصل، تصلبها وتورمها. هلا في دراسة بريطانية أجريت على فئة من الأشخاص اللي كانوا بيتناولوا الأسماك تقريبا من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا، وجدوا إنه معامل الالتهاب اللي هو سيري أكتيف بروتين قليل مقارنة مع الأشخاص اللي ما بيستهلكوا الأسماك بشكل منتظم. لذا بننصح الأشخاص اللي بيعانوا من هاي الالتهابات يتناولوا الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون، السردين، التونة تقريبا من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا. هلأ نتكلم كمان عن غذاء ثاني اللي هي المكسرات. كمان المكسرات بتحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، ودائما أي غذاء أو أي مصدر غذائي بيحتوي على الأوميجا 3 فهو بيلعب دور كبير في تخفيف الالتهابات، على عكس الزيوت اللي بتحتوي على أوميجا 6 بتحفز وبتزيد من حدة الالتهابات. هلأ الأوميجا 3 قلنا متواجد في الأسماك والمكسرات. المكسرات بتساعد على تقوية الأنسجة الرابطة وبتقلل من التهابات المفاصل، بالتالي بننصح تناولها تقريبا 15 حبة يوميا، مثل الجوز، اللوز، الكالشو، الفستق. كل هاي ممكن الأشخاص يعني بيعانوا من ألم مفاصل يتناولوها بانتظام ورح يلاحظوا الفرق. نيجي للمجموعة الثالثة اللي هي العدس والبقوليات. عدا على إنها غنية بالبروتينات والفيتامينات والألياف والمعادن، كمان بتحتوي على مضادات للالتهابات بتساعد على التخفيف من ألم المفاصل. وبوصي الخبراء تناولها تقريبا من كوب واحد إلى كوبين مرتين أسبوعيا. هلأ نيجي نتكلم كمان على الفاكهة الداكنة، إلها دور كبير بالتخفيف من ألم المفاصل مثل التوت، التوت البري، الفراولة، العنب الأسود، وهذا بسبب احتوائها على مضادات الأكسدة اللي هي مادة الفليفينويد اللي بتعمل على منع تشكل الجذور الحرة، أو إذا كان يتواجد في الجسم جذور حرة بيخلص الجسم منها. هاي الجذور الحرة تعمل على تدمير الخلايا، ومن ضمنها اللي هو مادة الكولاجين الموجودة بالمفاصل، بالتالي بتزيد من حدة التهاب المفاصل. كمان نوع مهم من الفاكهة وبيلعب دور كبير في التخفيف من ألم المفاصل والتهاباتها، الأناناس، بسبب احتوائه على إنزيم البروميلين اللي بيعمل كمادة مضادة كمان للالتهابات. بالإضافة إلى مرق العظام، هلأ لما نطبخ إحنا الدجاج، طبعا الدجاج اللي بالعظم أو اللحم بالعظم، نقوم بغليها بتشكل عنا مرق لزج القوام غني بمادة الكولاجين والجلوكاز أمين والأحماض الأمينية، وهاي كلها بتعمل على تدعيم المفاصل وتقوية الأربطة والأوتار وتقليل من ألام المفاصل. هلأ مادة الكولاجين هي مادة طبيعية موجودة أوريدي بين المفاصل وبتقلل من الاحتكاك، وهي اللي بتحافظ على ليونة المفاصل وفعاليتها. هلأ لما قل هاي مادة الكولاجين بصير في تصلب في المفاصل، وبيعاني الشخص من التهابات، وكثر الاحتكاك بسبب آلام وتورم في المفاصل. هلأ ممكن الإنسان يأخذها بشكل طبيعي مثل ما قلنا من خلال تناول مرق العظام، اللي هو لازم ما يتناول الدجاج بدون عظم أو اللحوم بدون عظم، لا، يغلي الدجاج مع العظم واللحم مع العظم، لأنه الفائدة بالمادة اللي بتخرج من العظام. أوكي. هلأ كمان حاليا في متوفر في الصيدليات حبوب الكولاجين، فممكن كمان الأشخاص اللي بيعانوا من التهابات المفاصل يتناولوها تحت إرشاد الصيدلاني أو الدكتور المعالج. كمان في عنا الشوكولاتة الداكنة دارك شوكولات، إلها مميزات كمان مضادة للالتهابات بسبب احتوائها على مادة الكوكا،
وهاي المادة هي مادة مضادة للأكسدة، وبننصح الأشخاص تناول الشوكولاتة الدار الداكنة اللي بيزيد نسبتها عن 70%، يعني نسبة الكوكو بتزيد عن نسبة 70% حتى يأخذ الفائدة المرجوة من الدارك شوكولات. هلأ كمان الخضروات الورقية الخضراء مثل الملفوف، الكيل، السبانخ، البروكلي، كلها كمان تعتبر مواد مضادة للالتهابات بسبب احتوائها على فيتامين سي وفيتامين كي، وهي معروف هاي الفيتامينات دورها في تعزيز مناعة الجسم، وكونها مواد مضادة كمان للأكسدة ومحاربة للالتهابات. مو فقط الالتهابات في المفاصل، أي نوع من الالتهابات الموجودة داخل الجسم. كمان زيت الزيتون له دور كبير في مكافحة التهاب المفاصل بسبب احتوائه على نسبة بسيطة بالأوميجا 3، لذلك بننصح تناوله تقريبا معلقتين إلى 3 معالق تيبل سبون، معلقة كبيرة، ملعقة طعام تقريبا مرة في اليوم. هلأ مثل ما قلنا بعض الزيوت مثل زيت عباد الشمس، زيت الكانولا، والزيوت النباتية تحتوي على الأوميجا 6، مشان هيك لازم الأشخاص يوازنوا بين الأطعمة اللي بتحتوي على الأوميجا 6 والأوميجا 3، ما يقتصر تناولهم على الأوميجا 6 اللي هي موجودة في الزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس وزيت الكانولا وزيت النخيل، لا لازم يتوجهوا كمان إلى تناول الأطعمة اللي بتحتوي على الأوميجا 6 حتى يصير في بيناتهم توازن ويقلل من حدة الالتهابات. هلأ في عنا كمان الثوم اللي هي الخضار الجذرية مثل الثوم، البصل، الكركم والزنجبيل، كمان بتحتوي على مواد مضادة للالتهابات، وعلى وجه الخصوص مادة الكيوركيومين اللي هي موجودة في الكركم بتعمل على الوقاية من التهاب المفاصل، وإذا حدث الالتهاب تخفف من هذا الالتهاب. وحاليا كمان متوفرة في الأسواق على شكل حبوب، فممكن الأشخاص يتناولوها. هلا رح نتكلم كمان على بعض الأطعمة اللي بتزيد من التهاب المفاصل، اللي هي الأطعمة المصنعة، الأطعمة الغنية بالسكريات، الأطعمة السريعة، الأطعمة اللي ذات المحتوى العالي بالأملاح، الكافيين، وتوجب علينا كمان تقليل من الحبوب المعالجة مثل الطحين الأبيض، الخبز الأبيض، الرز الأبيض، المعكرونة البيضاء، ونلجأ إلى تناول الحبوب الكاملة. ليه؟ لأن القشور فيها العنصر السيلينيوم اللي هو يعتبر مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات. ممتاز. أنت ذكرتي على السريع أستاذة هنادي، لأنه ما تم شيء على الفاصل، بس لفت انتباهي أنك قلتي عن السمك أن تناول الأسماك يساعد على تخفيف من التهاب المفاصل. فهناك نوع من الاسماك، دائما احنا الناس اللي عندهم مرض النقرس هو احد اسباب التهاب المفاصل، ايضا دائما ننصحهم ما يتناولوا الاسماك الحمراء. نعم. هلا بالنسبه للاسماك احنا بنقول تناول الاسماك الدهنيه، ليش؟ لانه احنا هون الدهون هي اللي بتفيدنا، احنا بنركز على الاوميجا 3. الاوميجا 3 اكثر شيء موجود في الاسماك، وعلى الاخص سمك السالمون والسردين والتونة نسبة الأوميجا 3 فيهم جدا عالية، بالتالي بيساعد على التقليل من حدة الالتهابات. هلأ بالنسبة لمرضى النقرس على الأغلب هو اللي بيضرهم مادة الليبيورين، وهي موجودة بنسبة عالية في اللحوم ومرق مرق اللحوم. هلأ الأسماك كمان زي ما قلتي، الأسماك اللي لونها قاتم اللي هو بميل على الحمرة ممكن يتواجد فيها نسبة البيورين، ولكن ليس بكمية جدا عالية، فممكن يتناولوها ولكن عدم الإفراط في تناولها. ممتاز. على النقرس يختلف عن اللي هو التهاب المفاصل. ممتاز. أنا شاكرة للأستاذة هنادي الغبيش، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وجودك معنا اليوم للحديث عن الأغذية التي تساعد في التخفيف من التهاب المفاصل. شكرا لك ونهارك سعيد. حياك الله يحييك. مثل ما شفتوا أن هناك كثير من الأغذية اللي تساعد في التخفيف من التهابات المفاصل، وكل الأغذية الطبيعية واللي تزيد من التهاب المفاصل هي دائما الأطعمة
المصنعة اللي دائما احنا نقول عنها، فتناول الأسماك والمكسرات والملفوف وغيرها من المواد الطبيعية من الأغذية الطبيعية بشكلها الأصلي يساعد على خلينا نقول الوقاية والتخفيف من أعراض التهابات المفاصل. راح نروح إن شاء الله فاصل، بعد الفاصل بيكون عندنا فقرة جميلة بخصوص فقر الدم المنجلي أو السكل سيل أنيميا اللي يعرفونه وايد من الناس. راح تكون معنا دكتورة آمنة سالم سيف المهيري استشاري وقسم أمراض الدم في مستشفى دبي، بتحدثنا عن هذا الموضوع. إذا عندكم أي أسئلة تواصلوا معنا على 600551414 والرسائل النصية على 4006. فاصل ونواصل. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. للتواصل على 600551414 والرسائل النصية على 4006. موضوعنا الحين عن فقر الدم المنجلي. تحتفل المؤسسات الصحية على مستوى العالم يوم 19 من شهر يونيو، يعني في هذا الشهر، بمناسبة اليوم العالمي لفقر الدم المنجلي أو نقول السكل سيل أنيميا مثل ما كنا وايد مننا نعرفها. تكثف المؤسسات الصحية خلال هذا اليوم جهودها لزيادة الوعي والتثقيف الصحي بهذا المرض الذي يعاني منه ملايين الناس حول العالم. للحديث أكثر عن مرض فقر الدم المنجلي يسرنا يكون معنا اليوم عن طريق الهاتف الدكتورة آمنة سالم سيف المهيري، طبيب استشاري بقسم أمراض الدم بمستشفى دبي. صباح الورد دكتورة آمنة. مرحبا، أهلا فيك في صحة وسعادة. أهلا فيك. مرحبا دكتور عمر. نبتدي أول شيء نتكلم عن ما هو مرض فقر الدم المنجلي بشكل عام، وماذا نعني لما نقول فقر الدم المنجلي؟ تمام. فقر الدم بصورة عامة، تعرفون فقر الدم مشكلة كبيرة، يعني وايد ناس يعانون منها، بس الفقر الدم المنجلي هو من يعتبر مرض خاص. هو اضطراب في خلايا الدم الحمراء اللي هي أو نحن نسميها الهيموغلوبين، يخلي شكل الخلايا بدل ما تكون الخلايا تكون دائرية ومرنة، تكون شكل الخلايا على شكل هلال أو منجل يسمونها، تكون الخلايا غير مرنة، وتكون يعني مدة مثلا خلينا نقول الخلايا الطبيعية تعيش 120 يوم، مثلا هالخلايا تعيش بس 10 إلى 20 يوم، فيسبب فقر في الدم في أعراض كثيرة أخرى ممكن تسبب، يعني الإنسان اللي يعاني من هالمرض يعاني من أعراض كثيرة، منها مثلاً آلام في الجسم، ممكن يستيلهم يعني علامات الأنيميا اللي هي تسارع في دقات القلب، التعب، زيادة التنفس، وغير الآن طبعاً في أعراض خاصة للمرض ممكن يعني نتكلم فيها بالتفصيل بعدين يعني. بس بصورة عامة هو مرض وراثي، يعني ان لازم الام والابو يكونوا حاملين لجينس الفقر الدم المنجلي عشان الطفل يصاب. اما اذا كان مثلا الام او الابو بس حامل، واحد منهم حامل للجينس، الطفل ما يكون مصاب بس يكون حامل للجينس. ممتاز. دكتورة آمنة، انت ذكرتي ان اسبابه هو الوراثة، فمعناه انه ما في اي اسباب ثانية، امراض معينة او ادوية معينة قد تؤدي لتعرض الانسان انه يكون عنده فقر دم منجلي، صحيح؟ هو وراثي. نتكلم بشكل عام، متى تبدا اعراض المرض؟ شو الاعراض الشخص يعني يتوقع انها تظهر على المصاب بفقر دم منجلي؟ وما دام نتكلم بعد في الموضوع، هناك حامل وهناك مصاب بمرض فقر الدم المنجلي، فأوش نفيدي شو الفرق بين الحامل والمصاب، بعدين نروح على الأعراض والمضاعفات. الحامل والمصاب، الحامل يكون عنده جينة واحدة، يعني إنه بس ماخذ الجينة من جينة الأنيميا المنجلية من الأم أو الأب، يعني هو بس يحمل الجينة، هو ما غير مصاب بالمرض. أغلبية الناس اللي حاملين المرض ما عندهم أعراض، ما يشتكون من أي أعراض، بس انهم عندهم يعني الحرمه او الريال المفروض قبل الزواج لازم يستشيرون طبيب الوراثه، يعني الامراض الوراثيه، بس عشان يشوفون انه مثلا الزوج المستقبلي ما يكون حامل للجينة نفسها عشان ما يكون عندهم اولاد مصابين. حين المصاب يبدا اعراضه، عاده تبدا الاعراض من الطفوله، يعني من يكون الطفل عمره 6 شهور تبدا عنده اعراض،
الانيميا المنجلية. طبعا هي تتفاوت حسب يعني انها تسميها حسب الخطورة. في ناس تبدا عندهم اعراض شديدة وفي ناس لا تكون اعراضهم خفيفة حتى ما يكتشفون المرض الا بس يكبرون. شو الاعراض اللي تكون موجودة؟ اول شيء علامات فقر الدم، يعني انه هذا النوع من الانيميا هو تكسر في الدم. فبتكون مثلا يوم الدم يتكسر في مواد تطلع من الدم المتكسر، فيكون في صراف في العين، يكون في اعراض الانيميا نفسها العامه اللي هي مثل ما قلت لك قبل، صعوبه التنفس، بطء الحركه، الخمول، التعب بصوره عامه. تسميمهم يعني هو هالشيء اللي يميز او يفرق الانيميا المنجليه من الانيميا الباقيه، انه يسميهم نوبات الم. بسبب شكل الخلايا المنجلية أو أنها شكلها مثل الهلال، فهي تسبب انسداد في الشرايين والأوردة، خصوصا في الأعضاء، في الإيد، في الضيف، في أعضاء الجسم. فشي يسميهم نوبات ألم. هذا الألم ساعات يكون شديد جدا، يحتاج إنهم يعني يروحون المستشفى، يعني يحتاجون مسكنات قوية عن طريق الوريد عشان يخف الألم عندهم. وطبعا في ناس الالم يخف عندهم خلال ساعات، في ناس ياخذ عندهم ايام، ساعات، اسابيع لما يخف الالم هذا. والالم طبعا مثل ما قلت لك يعني ممكن يكون في مثلا الاصابع، في المفاصل، في الجسم كله، في الظهر، يعني حسب بعد يعني كل حاله تختلف عن الثانيه. الاطفال يبين عندهم تورم ساعات في الايد وفي يعني في الجدم وفي الايادي، ممكن انه يصير لهم يعني تورم، مو كل الحالات بس أكثر شيء نشوفه في الأطفال. في الكبار ممكن نشوف عندهم الدم، ممكن لأنها يعني واحدة من المضاعفات اللي ممكن تستوي إن الدم ممكن ينحبس في الأعضاء مثل الطحال والكبد، وهذا يسبب أنيميا حادة ويحتاج دخول مستشفى. وعلى المدى البعيد ممكن يستوي لهم تأثير في النظر، في وظائف الكلى، في وظائف القلب، في وظائف الرئة. طبعا هو مرض نحس بالإنجليزي chronic disease، يعني هو إذا ما تعالج او يعني المريض ما كان يتابع في بدايه من طفولته عند طبيب امراض دم، في احتمال انه يصير له مضاعفات بسيطه. صحيح. دكتورة عامنة، نتحدث بشكل عام عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي لمرضى فقر الدم المنجلي. مبدئيا نحن كل المرضى اللي عندهم فقر الدم المنجلي نستقبلهم في قسم امراض الدم في مستشفى دبي، او قسم الامراض نحن نسميها الهيموغلوبينوباثيز اللي هو في مستشفى لطيفة، هو له مركز الثلاثيم. يعني في عندنا في مرضى يتابعون في مستشفى دبي، في مرضى يتابعون في مستشفى لطيفة. طبعا نحن في حالة ان صار لهم الآلام الشديدة يعني لازم يحطون للطوارئ، ونحن نعالجهم في الطوارئ وندخلهم المستشفى في حالة وجوب انهم يدخلون المستشفى، ونعالج نوبات الألم اللي يصير لهم. في نفس الوقت نحن المرضى هذول بس يتابعون عندنا في العيادة، نحن يعني نخليهم تحت مراقبة مكثفة، نحولهم على أطباء القلب والرئة، نتأكد إنه من طفولتهم، يعني إحنا نبدأ من الطفولة من الكبياتريك سكشن، يعني إنه يبدون يتابعون وظائف القلب والرئة لين ما يكبرون ويستوون كبار ويجون عند قسمنا نحن قسم المبالغين ونكمل مراجعتهم. طبعا نحن عندنا الأدوية اللي هي مثل الهيدروكسيوريا اللي هي تمنع أو ما نقول إنه يتعالج المرض، لأن المرض ما له علاج إلا بالعلاج الجيني. طبعا هذا الشيء بعده في قيد الدراسة بيكون في المستقبل موجود. صحيح. بس العلاج اللي حين متوفر الهيدروكسيوريا عبارة عن حبوب تمنع المضاعفات المستقبلية. إن هذه الحبوب إذا استخدمها مريض الأنيميا المنجلية يغير شكل الهيموغلوبين من شكل المنجل إلى شكل الكرة، يقل عند التكسر، تقل عند المضاعفات المستقبلية. وهذا الدواء طبعا ينعطى من الطفولة من يعني سن البلوغ، لأن الحين عندنا مرضى حتى سنين ياخذونه الحمد لله بدون مشاكل. بس من تقريبا من سنتين بدا عندنا العلاج الوريدي في أدوية جديدة، عندنا نحن نوع واحد متوفر حاليا اللي هو نوع علاج جديد، نوع من اللي احنا نسميها بالتاربت الثيرابي بالانجليزي، يعني هي أدوية جديدة تنعطى عن طريق الوريد مرة في الشهر لمنوع يعني لمنع حدوث نوبات الألم. الحمد لله ان تقريبا يمكن فوق 20 حالة تاخذ الإبر هذا الحمد لله، ومن بدأوا ياخذون الإبر توقفت عندهم، ما صارت عندهم نوبات الألم الشديدة اللي تحتاج انه يجون المستشفى. ممتاز. في رسالة أخيرة حابة توجهينا دكتورة آمنة للمستمعين بخصوص مرض الأنيميا المنجلية.
بصورة عامة إن الناس يعني خصوصا اللي إحنا عندنا وايد يعني بالغين اللي هم مثلا ما زالوا يتابعون عندنا موظفين يشتغلون، لأن النوبات الألم اللي تصير هذه ما لها يعني ما لها سبب، ساعات ما يكون إنها يقدرون يمنعونها، تحصل بدون من تحت سيطرة المريض، فهو يمكن يتغيب عن الشغل، يتغيب عنها، يكون تعبان بسبب آلام شديدة اللي تصير له، وهذه آلام يعني حقيقية، لأن المرض نفسه مثل ما قلنا ما له علاج تمام، يعني احنا ما نقدر يعني ان نشيل المرض عن المريض، المرض موجود وياه من طفولته وبيكبر وياه، بس ان كل الناس تكون متفهمه فاهمه المرض شو يعني الانيميا المنجديه. في حالات ترى ان تكون يعني طارئه، يعني في ناس ساعات يجون بالم شديد يحتاجون دخول الى العنايه المركزه. يعني في بدايه يعني ننصح كل المرضى اللي عندهم الانيميا المنجديه في بدايات الالم يعني يشوفون طبيب، يجون الامرجنسي عشان نطمن انهم ما يدخلون في نوبات الألم الشديدة اللي تحتاج العناية المركزة. وبس هو يعني التوعية بالمرض مهمة جدا، لأن يمكن ناس كثيرة ما تفهم أو ما تعرف شو الأنيميا المنجدية، وإن شاء الله نكون نحن اليوم أعطيناها فكرة. إن شاء الله. أنا شاكرة لك دكتورة آمنة سالم سيف المهيري، طبيب استشاري في قسم أمراض الدم بمستشفى دبي، مداخلتك معنا اليوم بخصوص فقر الدم المنجلي. شكرا لك ونهارك سعيد. شكرا ندى، شكرا، شكرا، مع السلامة. من فقر الدم المنجلي مثل ما قال دكتورة آمنة، الأساس هو التوعية، وإحنا دائما نلعب دور كبير في توعية الناس أو المجتمع بخصوص مرض فقر الدم المنجلي، وبشكل عام الأمراض التي تنتقل عن طريق الوراثة. لما أي اثنين يبون يتزوجون يحضرون لمراكز الرعاية الصحية الأولية عشان يحصلون على خدمة فحص ما قبل الزواج، وهي مجموعة التحاليل اللي يطلبها طبيب الأسرة للمريض عشان نكشف وجود بعض الأمراض، ومنها الأمراض التي تنتقل وراثيا. والتحليل دائما يقول لكم، لما ناس تقول أنا مستعجل على التحليل، يقولون في تحليل واحد يطول شوي، هو تحليل الهيموغلوبين اللي هو يكشف وجود كونك حامل للأنيميا المنجلية. طبعا اللي يكون مصاب خلاص ويكون عارف مصاب، مثل ما قالت دكتورة آمنة، هو عارف من صغره وياخد دم ويكون تعبان ويدخل المستشفى كم مرة. لكن احيانا بعض الناس تكون حامله للانيميا المنجليه وما تعرف، ما سوت تحليل، ما عندها اعراض قويه. فلما تروحون للاستشاره بعد ما تطلع نتائج فحوصات ما قبل الزواج، الدكتور اذا شاف ان انتوا اثنين حاملين للجين الخاص بالانيميا المنجليه بيحولكم على مركز التبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي عشان تشوفون، تقابلون أخصائي هناك بالجينات وتشوفون الحالات اللي يجون فيها أطفال صغار يعني ياخذون دم بشكل متكرر أو على قسم أمراض الدم، تشوفون كيف العلاج المستمر للناس اللي عندهم أنيميا المنجلية. فيجب أن نكون واعين جدا بخصوص أن ما نجيب أطفال مصابين قدر الإمكان بأنيميا المنجلية، لأنه مثل ما قال دكتور آمنة مرض طول العمر، من صغره يكون عنده تكسر في الدم، آلام شديدة، يدخلوا المستشفى عناية مركزة، مع الوقت يتأثر عندهم الطحال، وقد يؤدي إلى كثير مرضى الأنيميا المنجلية بعد فترة قد يؤدي إلى أنهم يقومون بعمليات جراحية لتخلص جزء من الطحال، حتى المرارة أحيانا بسبب تكون الحصوات فيها. فنبغى يكون نكون مجتمع واعي أكثر بخصوص الأنيميا المنجلية وكيف تنتقل. من الأنيميا المنجلية نروح لي دراسة جدا جميلة وقريبة من قلبي في البيان الصحي، تقول ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطعام الحار أو الطعام السبايسي. طبعا نقول الطعام الحار أو المركب الموجود في الفلفل اسمه الكابساسين، متواجد في الفلفل الحار مسؤول عن النكهة الحارة اللذيذة المميزة لهذا النوع من التوابل، له العديد من الفوائد الغذائية غير معروفة لدى كثير من الناس. موقع ليف سترونج حاول يوضح العرض الجانبي، أنا ما بتكلم عن العرض الجانبي، أنا بتكلم عن الفوائد الحين. مكونات الفلفل الحار تزيد من حرق السعرات الحرارية والدهون، تفيد في تقليل الشهية، مما يساعد، والله ما تفيد في تقليل الشهية، بالعكس كل ما كان في الأكل سبايسي أكثر نحس ناكل أكثر، ما أدري صراحة مسوي دراسة عن عالمنو، مما يساعد في خفض الوزن، ولكن بنسبة بسيطة يعني 10%، يعني ما نقول إنه والله ما بسوي رياضة وتجيب اعتمد على الفلفل بينزل وزني. وأيضا أشارت جامعة ميشيغان إلى أن دور الأطعمة الحارة في تحسين دوران الهواء وتحسين الصرف من الجيوب الأنفية أثناء الزكام،
وأكدت المجلة الطبية البريطانية أن أولئك الذين يتناولون الأطعمة الغنية بالتوابل يومياً لديهم فرصة للحياة الصحية وطول العمر بنسبة 14% من الأشخاص اللي ما يأكلون أكل سبايسي كل يوم. وأوضحت كلية هارفارد تي اتش تشان للصحة العامة أن السبب قد يعود لخصائص الكابساسين المضادة للالتهابات والأكسدة. وأيضا شوفوا فوائد الفلفل. نشرت مجلة بريطانية للتغذية لاحظت انخفاض مستوى الكوليسترول الضار لدى الاستمرار بتناول الأطعمة الحارة. أريد أقول نسبة بسيطة، يعني يكون كوليسترولك على الحافة شيء، الفلفل الحار يساعدك تنزله، لكن ردنا نقول الفلفل الحار الطبيعي اللي من المصادر الطبيعية، مو من الصلصات المصنعة اللي يكون فيها مليون لون صناعي ونكهة صناعية، لا لا، الفلفل الأخضر الهالبينو وكل هالسلسلة من الفلفل الملون الجميل اللي نشوفه لما نروح السوبر ماركت. ولكنها حذرت أيضا، أوكي، حذرت من إضافة الفلفل الحار للأطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل العيش الأبيض، الرز الأبيض اللي هو إحنا طبعاً نحبه، لو عيش أبيض وسمك الله يحذاله وفلفل خلاص، هذا يعني هاي وجبة، الوجبة اللي كل الشعب يحلم فيها. يعني ليش تحذر من نضيف الفلفل الحار إلى الرز الأبيض؟ يعمل على تحويل الكربوهيدرات الزائدة إلى دهون في الجسم، مما يسهم في ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية في الجسم. المهم الدراسة تقول إن تناول الفلفل الحار، ورد أقول الفلفل الحار من مصادره الطبيعية، مو بالصلصات المتروسة ألوان ومنكهات صناعية، هذه مو مصادر طبيعية، جزء منها مصدر طبيعي والباقي كله صناعي. الفلفل الحار بجميع أنواعه، وبما نتكلم عن الفلفل والحين ما شاء الله موسم الزكام وتقلبات الجو، أريد أذكركم الفلفل الحار اللي يسمونه الفليفلة، اللي فيه منه أخضر أصفر أحمر، تلاقونه في السوبر ماركت، غنية جدا بالفيتامين سي لمنع الزكام والتخفيف من أعراض الزكام. سووا منه سلطة قطعوه، جدا مفيد. في وايد من الناس ما تعرف أنه غني بالفيتامين سي، حتى إذا ما خانتني الذاكرة أكثر من الليمون، فاحرصوا على تناوله في هذا الموسم كالسلطة، لأن طبعا في ناس تسوي مثل محشية أو تحطه في الطبخات، الحرارة الزايدة طبعا تقتل الفيتامين سي اللي موجود في الخضروات هذه، تناوله بشكل طازج في السلطة جدا مفيد لتزويدكم بحاجتكم اليومية من الفيتامين سي. احنا وصلنا لختام برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. كنت معاكم اليوم محدثتكم دكتورة ندى الملا، ان شاء الله كنا خفاف عليكم. في الاخراج كان معاي وائل قواسمة، وشكرا لفريق الاعداد في هيئة الصحة بدبي لاعدادهم فقرات صحة وسعادة كل يوم، يعطيكم الف عافية. الى التقيكم ان شاء الله المرة القادمة، اقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.